أساليب التعذيب يعني التي يعاني منها نزلاء السجون أو حتى الموقوفين في مراكز الاحتجاز والتوقيف؟ والله يا ستي الكريمة، والله اللي قاتلين أبوه قدامه وعاذبين أبوه حارقين أبوه ما يعذبوا التعذيب اللي تعرضنا له، وأنا شاهد عيان. وخلي يصير هذا من عندي اعتبروه بلاغ إلى السيد المدعي العام. اسأل المحققين قول لهم شنو الحنتور باوع، اسمع هاي الكلمات سجلها، قول لهم شنو الحنتور، وقول لهم شنو العقرب، وقول لهم شنو الشرب الشمس، وقول لهم شنو الخنق بالكيس الكيس النايلون، وقول لهم شنو العقلة، وقول لهم شنو خلع الأكتاف. أكو أنواع تعذيب، ما تعذبوا عدوكم، حرام عليكم. الله راح يباوع لكم بالآخرة، بالأخير كلنا ميتين وكلنا راح نواجه رب العالمين. الظالم راح يروح بأشد عقاب، لأن أنا أعرف والله يا ستي الكريمة، وأرجوكم اعطوني شوية مجال للكلام. أنا أعرف عوائل، والله لا أعرفهم ولا يعرفوني، بس بالسجون عرفتهم. والله انكتلوا وانعدموا وراحوا وهم أبرياء، أقسم بالله. وهذولا مو بالمناسبة حد يحكي ورايا، أنا كنت بقاعة رقم 2 اللي بيها السبع محاجر، وشفت ويلات رب العالمين، بحيث حقدت حتى على الإسلام، حقدت على شيء اسمه عرب، حقدت على شيء اسمه دمروني سنة ونص. يعني أنواع تعذيب، يخلون راسك بالمي ومضروبة جامعة لي ولو جامعة بالرجل، ويعطوك 4 نتلات كهربائية بأجهزة الصعق، مو النتلة، أكو أجهزة مربعة وأكو يسموها العصا الكهربائية. صعق تصير وحدة هنا ووحدة هنا، من الكيس خالة عليك تشتم هو يلطش الكيس، يلطش على قشمك وعلى إذانك وعلى عينك ويخنقك. ويجوك 2 بعد الإيغال بالتعذيب. يا أبو مصطفى، احنا ترى أملنا بالله وبيك وبالسيد فائق زيدان وبالمدعي العام. هذا العفو أنا ماذا دافع المجرم، روح اعد من الإرهابي، بس اللي يجيك بالتعذيب وينتزعون اعترافاته، جيب لي أكبر محقق عندك بالعراق، وجيب لي أرجل الرجال عندك، واقف يمي نص ساعة، إذا ما خلي يعترف هو قاتل أمه أنا مو يمك، بنفس الطرق اللي عذبوا بيها. يجيك 2، أعود الكلامي ولا ما أنت مخلوق، 2، واحد ينتلك من الجهة الخلفية بمنطقة حساسة، وواحد من جهة أمامية بمنطقة حساسة، بحيث تنتهي يغمى عليك أو تعمل الحاجتين جواك. طرق تعذيب غير سهلة، ما حد يتحملها. أنا نوبات أصفن شلون تحملت هذا التعذيب، يعني ما أعرف بأي طريقة إلهية، ولكن يجوز الله طال الحياة دا أعيش حتى أكون شاهد وأبلغ الحقيقة. أستاذ محمد الشاعر السوداني عن طريق هاي القناة الكريمة، قناة التغيير اللي هي كانت البادئة بهذا الحدث، هي والبغدادية والأخ أحمد ملا طلال. أنا اليوم عن هاي الطريق القناة أريد أعطيك سبق صحفي. أنا شيخ إبراهيم الدليمي من عشيرة الدليم من البعبيد الجزيرة، شيوخنا البن عمان، وآني من البسلامة. أنا دا أعطيك عنواني الكامل، أقسم لك بالله ومحمد رسول الله، تعال أنت وياي أو دز لي لجنة وقل لي فهمهم شلون، راح أكشف لك حقائق وبالسجون وبالتعذيب. والله إذا أنت وحنا نثق بك يا أبو مصطفى، نثق بك ونثق بالعدالة القضاء العراقي، والله القاضي نفسه راح أنا بك عليا، قضاة بكوا علي على الحال اللي شافوني بي. أخي تعذيب موجود، انتزاعات موجودة، مخبر سري موجود. طيب أليس من العدالة أنا من طلعت إفراج، أليس من العدالة تسحبون المخبر السري وتحاكمون تقول له طلع إفراج، لو عفتوا تطوا بس كراميات. 2، اليوم ما حد راسلني ستنا الكريمة، تعرفون بها سنة كان بالسجن وهاي أوراق عندي. هذا موقوف سنة 2011 11 12 13 15 16 17 18 19 20، 21 طلع بشهر، قبل شهرين. تعرفين القاضي بالفترة الأخيرة شوية صارت عدالة، بعض العدالة عند القضاة قام ينتبهون الطرق، بعض الضباط وبعض المحققين وليس الجميع بالإغال بالتعذيب، قاموا يحققون هم. هذا الرجل بعد 11 12 سنة طلع إفراج وبراءة من كل التهم وإسقاط كافة الدعاوى عليه، وبرتبة ملازم أول. طيب هذا من 11 سنة دمرتوه سجون وعذاب، أمه سمعتوا بيها شقد بكت، أخته شقد بكت، ابنه شلون تربى بالشارع، بنته ايش صار بيها. هذا تهديم للمجتمع العراقي. تعرفون شنو الحجة مالتهم؟ وهاي إلى السي إلى السادة، خلينا نقول المسؤولين الخط الأول، تعرفون شو يقولوا لي؟ يعني أنا من شلت مسجون، خلي أعطيك سر وسبق صحفي، في حينها بال2011 12
انسجن وياي الاخ حاتم المكسوس اللي كان مدير الاستخبارات العسكريه، سجن السيد رئيس الوزراء في حينها. انا وياه بالسجن تخربطت، كان المضمد مو ماكو دكتور، اكو مضمد معاون طبي اسمه فراس، هاي بسجن المطار، انا دارت اسماء وتاكدوا انتم منها. فمن تخربطت من التعذيب بالكتل وبرمضان جو ذبوني شمروني وين يم المعاون الطبي، قال له اضربه منعشه مال قلبي لان هو انجلط من الكهرباء. فقاعد المسجون كان وياي الصدفه مدير الاستخبارات في حينها الاخ، باحتراماتي للاخ حاتم المكسوسي، وارجعوا للارشيف راح تعرفوا الاسم. فوانا ما صحيت احنا بسجن التحقيقات المشتركه اللي تابع لجهازين استخباريا، انا باوعت عليه قلت له انت كنت مدير استخبارات قبل يوم واليوم وياي بالسجن، شوف طرق التعذيب، شوف ايش دسوون بالمسلمين، تعرفين السوالي؟ قالب رجل على رجل، طبعا يم المضمد قاعد ويم الحرس، سوالي هسه الله عرف وتيجي تسوي لي. قلت له والعالم انهجمت بيوتك.